ثقافتنا، مبادئنا وعاداتنا، جميعها قيم. تضرب جذورها أعماق روحنا والأرض والوطن، فهي قيمنا. وقيمنا كشجرة متعددة الفروع، وتحت ظلها أخلاقياتنا. تلك الأخلاقيات التي عرفها الإنسان منذ بداية الحياة وإلى نهايتها، وهذه الأخلاقيات هي التي دعا إليها ديننا الإسلامي ومختلف الأديان، وحتى أصحاب العقول الراجحة والتفكير السليم. قيمنا هي حياتنا، ولا حياة بلا قيم. تخيل أنك شاركت في مسابقة ثم أعلن عن اسم الفائز، وإذ بالفائز هو أنت، فقالوا الناس عنك والله محظوظ. أودعت جزء بسيط من مالك في الأسهم، فارتفعت الأسهم أو قيمة الأسهم عندك، وحصلت على أضعاف أضعاف المبلغ اللي شاركت فيه، فقالوا عنك الناس والله محظوظ. فقير معدم، وإذا سألت من تسبب في فقرك راح يقولك والله حظي، ومكتوب علي أني أعيش فقير. السؤال، هل حياتنا كحلقات لفيلم طويل لا نعرف كيف تتغير أحداثه فجأة؟ هل حياتنا مرسومة وكل ما علينا فعله هو مشاهدتنا لما يحصل لنا في هذا الفيلم اللي ما بيدنا إن نحن نغير في أحداثه شيء؟ راح يجيب البعض بنعم، كل ما يحصل لي هو لسوء حظي وإرادة الله لي، أنا ما لي أي دخل فيها. لو فكرنا شوي وقلنا ما نختلف إن إرادة الله سبحانه وتعالى بلا شك هي نافذة على كل شيء، ولكن ألا تعتقدوا أن بعض المصائب اللي حصلت لنا سببها نحن؟ لأننا مثلا ما أحسننا التفكير، أو ما أدركنا قيمة قراراتنا. هل كل فقير لابد أن يعيش ويموت على الفقر؟ هل هذه هي إرادة الله له؟ أم هو اختياره أن يظل يعيش فقير؟ والأمثلة حقيقة كثيرة جدا. في إحدى القنوات العالمية المشهورة استضافت هذه القناة رجل كان فقير جدا ثم أصبح غني جدا، فسأله المذيع ما سبب هذا التحول الكبير من كونك فقير إلى تحقيق هذا الثراء؟ فأجاب هذا الرجل بسبب قرار اتخذته وخطوات نفذتها. فعلا لا يكفي أن تأخذ القرار فقط، كم من إنسان منا أخذ قرار ثم تراجع؟ لو تحدث عن بيل جيتس وأمثاله، ناس ما كانوا يمتلكون شيء في الحقيقة، والآن ثروتهم أكبر من ثروة دول كثيرة جدا. في علم النفس وجد أن قدرة الإنسان على رسم حياته وواقعه يعود إلى الجزء الرئيسي، وهو في إيمانه بقدرته على صنع أحداث حياته. فمثلا النساء، خلنا نقول والفقراء وكبار السن، ينتشر بينهم عادة أن حياتهم هي كفيلم سينما، هم فقط ما عليهم سوى أن يشاهدوا هذا الفيلم وما يحصل لهم في فيلم حياتهم. أذكر لكم هنا قصة لأخوات ثنتين، هذه القصة حصلت بأمريكا، عمرهم تقريبا 70 سنة، هم توأم، وحدة اسمها فيهم هيلدا كروس. فالأخت تقول للثانية، تقول خلينا الحين وصل عمرنا 70 سنة نروح لدار رعاية المسنين، خلاص ما نقدر نحن نهتم في عمرنا أكثر منها الاهتمام، لأننا نحن بدينا نكبر. فردت عليها أختها قالت لها أنا 70 سنة ما أحتاج للناس، تبيني أنا اليوم أحتاج للناس؟ أبدا، أنا ما راح أحتاج لهم بعد حتى لسنوات قادمة، وراح أثبت لك هذا الشيء. وراحت هذه أختها انضمت مع فريق، باعتقادكم شو الفريق اللي انضمت معه؟ فريق، إذا تسمعون الحين ربما قد لا يصدق أحدكم، فريق تسلق الجبال، لكن تسلق أنواع، هو ما هو التسلق العمودي، التسلق العادي هذا، ولكن هذا يحتاج إلى جهد بدني. المهم انضمت مع هذا الفريق تقريبا 6 شهور، وتم انضمامها مع
مدرب على مستوى عالي وهذا المدرب اهتم فيها. المهم حتى جاءت التقارير وتؤكد بأنها هي قادرة على أنها تصعد معهم وتذهب مع هذا الفريق. هذه المرأة برأيكم كم استمرت وهي تتسلق الجبال؟ قد يقول البعض يمكن سنة أو يمكن سنتين أو ثلاث. يا أخواني أخواتي، هذه المرأة عمرها 70 سنة استمرت مع هذا الفريق تتسلق الجبال على مدار 10 سنوات. نعم 10 سنوات، أصبح عمرها 80 سنة. هذه المرأة كرمها جورج بوش الأب بميدالية أمام العالم، ميدالية الشجاعة، اسمها هيلدا كروس. بإمكانكم تدخلوا على اليوتيوب تتأكدوا من صحة هذه المعلومة. المشكلة أن أغلب الناس يلعبون دور الضحية وأنها فقط هي إرادة الله علي، وهذا كلام في الحقيقة غير صحيح، لأن إرادة الله سبحانه وتعالى كلها خير، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. فلا تقعد تقول لي والله هذا مكتوب لي أني أنا أكون فقير، وهذا يقول والله المكتوب لي أكون أنا ذليل وأنا محتاج للناس، هذه والله يقول البعض والله هذه إرادة الله لي. أبدا، الله خلق في هذه الأرض هذه وهذه الدنيا وأعطاك تلك القوة، لكن تحتاج فعلا إلى أن تؤمن بالله ثم تؤمن بنفسك وتثق بنفسك، وراح تستطيع فعلا أن تكون ذاك الإنسان القوي. ويكفي أن الكثير من الناس الآن يلعبون دور الضحية، وذاك وهذه تلعب دور المسكينة. هؤلاء الناس لا يمكن في الحقيقة أن يحققوا شيء إذا كان هذا هو تفكيرهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمشيئة الإلهية فوق أي شيء آخر. سنجد أن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة على كل شيء، لكن الإرادة جعلها الله سبحانه وتعالى لك أنت، فأنت من تختار شو تكون، كيف تكون حياتك. وإرادة الله كلها سبحانه وتعالى هي إرادتك كلها فيها خير لك وفيها يسر لك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يتوب عليكم، وما يريد الله ظلما بالعباد. فإذا أنت مؤمن أن الحياة كلها حظوظ، فتأكد أنك لا يمكن أن تتطور أو أن تتغير للأفضل. يقول نجيب محفوظ: ليس أتعس من الحظ السيء إلا الرضا به. ودمتم بود.